نكمل الحل اللي وصلنا له، وصلنا ليها خطوة، وصلنا هذه الخطوة هنا أنا. أوكي، فقلنا هذه طريقة أخرى، قلنا حتى أوجد قيمة الأي بنفس هذا المفهوم، لكن الترتيب يختلف فقط، أنه أخذت هذا الطرف اليسار قسمت على معامل أي عند الأس يساوي لناقص واحد اللي صفر بي البي حتى أوجد الأي، فطلعت الأي ناقص واحد. نفس الحالة أخذ الطرف اليسار أقسم على معامل البي عند الأس يصفر لي الأي، شو وقت يصفر لي الأي عند الأس يساوي لي 3 حتى أوجد قيمة البي، فأحل أعوض بدل الأس 3 وأحل يصير عندي 4، أجي أعوض مثل ما سوينا هنا ناقص واحد للأي والبي 4. أوكي، حولته من هذا الشكل إلى هذا الشكل اللي حيصير أسهل إلي حتى أوجد اللابلاس إنفرس لابلاس ترانسفورم. فمثل ما حلينا هذا هو حتكون ال F of T. أوكي، هنا أنا عندي من يكون المقام مرفوع للأس N شلون أحله بالبارشيال فراكشن. أوكي، فعندي هذا القانون، إذا كان بهذا الشكل ال K على الأس ناقصا الأس of I للأس N، فراح يكون مفكوكة هو K على الأس ناقصا I أس ال N كليته، حيكون مفكوكة. ال C1 هي ثوابت C1 C2 C إلى CN، آخر شي CN بعدد الأس. أوكي، ما C1 الثابت الأول مقسوم على S ناقصا الأس I زائدا C2 الثابت الثاني مقسوم على S ناقصا S I للأس تربيع، يبدي هسه الأس يزداد إلى أن يوصل لل N، آخر حد حيكون C of N على الأس ناقصا الأس I كلها للأس N. هسه الخطوة الأخرى شنو حنسوي؟ المفروض نوجد قيم هذه الثوابت الموجودة كلها هنا. شلون راح أقدر أوجد قيم هذه الثوابت؟ راح أبدي من آخر واحد اللي موجود هنا، هذا آخر واحد الموجود هنا. شلون راح أقدر أوجده؟ عندي هذا القانون، هذا القانون شو يساوي لي؟ يقول لي C of N يساوي لي F of S في ال S ناقصا S I أس N. أوكي، F of S في ال S ناقصا ال S I أس N. إحنا إذا قلنا هذا يساوي لي ال F of S، واضح؟ F of S يساوي لي K على ال S ناقصا S I أس N. فمن أقول ال F of S في ال S ناقصا S I أس N، يعني أنا دا أقصد شنو هنا؟ أنا دا أقصد ال K، أعوض، أقدر أعوض ال K نفسها. إذا سويت طرفين في الوسطين فال F of S أوكي في ال S ناقصا S I أس N معناها شي يساوي لي؟ يساوي لي ال K. عند شنو أعوض؟ عند شنو؟ عند ال S يساوي لي S I، يعني عندما يتصفر هذا عند ال S يساوي لي S I وأجي أعوض. زين، راح أوجد C N اللي هي آخر ثابت موجود، آخر حد. بعدين أبدي من باللي قبله، إذا أبدي من الأخير أرجع رجوع إلى أن أوصل أول واحد. أوكي، أبدي من الأخير وبعدين اللي قبل الأخير بعدين اللي قبله. زين، آخر واحد عرفنا شلون نجده، القبلة شلون حنعتمد؟ نفس المعادلة هذه، لكن حاخذ لها المشتقة الأولى وأضربها في واحد على واحد فيكتوريال. أوكي، وأيضا عند الأس يساوي لي أس أي، بيبقى نفسه. هذا سي أن ناقص، سي أن ناقص اثنين شنو حيكون؟ حاعتمد على قبلها، حاخذ المشتقة الثانية، يعني مشتقة المشتقة الأولى، مشتقة الثانية، أوكي؟ لنفس الحد هذا اللي سميناه هو كي، نقدر ناخذه هو كي بداله، أوكي؟ وأضربه في واحد على اثنين فكتوريال، يعني بعدد المشتقة، الأس للمشتقة أو قوة المشتقة، درجة المشتقة العفو، إلى أن أوصل طبعاً أن ناقصاً الكي، فحيكون واحد على كي فكتوريال للمشتقة. شوف أني وين وصلت لهذا الحد، همنا عند الأس يساوي لي أس أي. أوكي، هذا شوية من نحل راح نفهمه أكثر هذا الموضوع، لكن أنا بالمختصر أنه من يكون عندي المقام أس مرفوع، فراح أفتح هذا الأس بالعدد، حبدي من الواحد، من الواحد اثنين ثلاثة إلى أن أوصل للرقم الأس، وأسويها حدود، أفصل بيناتها حدود، بالمقام أخلي ثابت. أبدي هسه شنو الخطوة الأخرى؟ أنه لازم أوجد قيم لهاي الثوابت، راح أبدي من آخر واحد وبعدين أرجع رجوع للي قبله،
آخر واحد شلون أجده؟ اللي هو بهذا القانون آخذ الكي وعوض عند الأس يساوي لي أس آي. بعدين القبلة شنو حيعتمد على نفس هذا القانون لكن أشتقه وأضربه في واحد على واحد فكتوريال. القبلة شنو؟ أما أنا أرجع أشتقه مرة أخرى وأضربه في واحد على اثنين فكتوريال، وهكذا إلى أن أوجد كل الثوابت. هنا أنا خلي نشوف عندي همين لابلاس ترانسفورم لهذا الشكل، شلون حقدر أفتحه هذا بطريقة البارشيال فراكشن. فهنا أنا عندي أقدر أسوي هو 3S زائدا 1 على الأس ناقصا 1 في هنا أنا رأسا حاحل. فحقول إذا أريد أحله بالبارشيال فراكشن راح أجزئه إلى حدين، أوكي، زائدا الحد الآخر. الحد الأول حيكون عندي الأس ناقص 1، الحد الثاني حيكون عندي الأس سكوير زائدا 1. لاحظوا من قسمت المقامات فأني صار عندي معروف، هنا أنا أقدر أقول هذا جاي من الشيفتينج، هنا أنا جاي من شنو، يا أما كوسان يا أما ساين حسب المقام. بالمقام إيش راح أكتب؟ راح أكتب هنا أنا حيكون A الثابت الأول، هنا أنا إيش راح يكون؟ ما طول هو الدرجة الثانية، فراح يكون عندي B S زائدا C، أوكي، لأنه من الدرجة الثانية. فعندي بي اس زائدا السي، هنا أنا فقط اي، هنا أنا البي اس زائدا السي على 1. فهسه شنو هو الموجود لازم اوجده؟ اوجد قيمة الاي لازم، واوجد قيمة البي، واوجد قيمة السي. اوكي، راح نشوف شلون اقدر اوجده. مثل ما قلنا ناخذ القيم اوجدها، فنقول راح نضرب الطرفين في المقام، فرش راح يصير عندي هنا 3S عفوا اوكي هنا، فش راح يصير عندي هنا 3S زائدا 1، اوكي 3S زائدا 1 ايش راح يساوي لي؟ راح اجي اضربه هذا في المقام، المقام له، فايش راح يكون عندي؟ حيكون حيختصر الاس ناقصا 1، فراح يصير يبقى الاي في شنو؟ في الاس سكوير زائدا 1 زائدا 1، اوكي. الطرف الآخر ايش راح ياخذ؟ راح تنلغي الاس سكوير زائدا 1 ويا هذا، فايش راح يبقى؟ راح يبقى زائدا البي اس زائدا سي، اثنيناتهم مضروبة في شنو؟ في الاس ناقصا 1، اوكي. فايش راح اسوي هنا؟ هنا اذا افتحها اقدر افتحها كليتها واخذ معاملات الاس ومعاملات الاس سكوير ومعامل الثوابت حتى احصل على 3 معادلات. عندي عدة طرق هنا انا اقدر احلها، فممكن انه اني اقول عندي هنا 3S زائدا 1 وراح افتح هذه الحلول حتى اقدر اوجدها. راح اتوقف واصور الفيديو اني دا احله حتى يصير اسهل لكم.